طيب قبل ما اكمل اخبارنا مع حضراتكم، تعالوا نروح اسكندريه، نروح لزميلنا شريف شعبان نطمن على خلاص 48 ساعه بنتكلم، خلاص استعدادات اخيره، لمسات نهائيه، قول زي ما تقول خلاص المباراه بتقرب والمباراه في انتظارها عشاق النادي الاهلي في كل مكان. نروح لشريف في اسكندريه ونقول مساء الخير يا شريف. شريف سامعني؟ طيب هنحاول نتواصل مع شريف مره ثانيه. طبعا سامعك يا احمد، تحياتي ليك. اتفضل سامعك زميلي احمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل متواجد الان في الفندق الخاص بالنادي الاهلي اللي بيقيم فيه معسكره، يمكن الان لسه حالا انتهاء امران النادي الاهلي بعد ان ختموا بفقره طبعا تسديد الضربات يعني ضربات الجزاء، طبعا يعني لسه خاتم بها امران النادي الاهلي الان حالا. يمكن النادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي بتتجه الى فندق الاقامه. وخليني زميلي احمد ابدا لك بحاجه مهمه جدا، يمكن الجهاز الاداري شاطر قوي اما بيوفر مكان يعسكر فيه النادي الاهلي، يبقى في فندق، في ملعب داخل الفندق، في جيم، في بسين، في كل ادوات الاستشفاء. فحسنا فعل الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا في اختيار الفندق وكل ملحقاته علشان خاطر لاعبي النادي الاهلي تستفاد بالمعسكر، ورب باذن الله يكلمنا جهودنا باذن الله ويوم الثلاث نفوز ببطوله جديده هي بطوله السوبر ان شاء الله. جمهور الاهلي لن يتنازل عن كاس سوبر مصري، وان شاء الله الاهلي في شكله الجديد قادر على تحقيق البطوله. لكن نتكلم اكتر على الاستعدادات، ازاي بتشوف تجهيز الفرقه، تشوف تكلمني على تمرين النهارده، حاله اللاعبين، الناحيه البدنيه والفنيه، مين تالق في المران من وجهه نظرك، فرص الصفقات الجديده كمان يا شريف في انها تكون موجوده في المباراه بتاعه السوبر المصري. طبعا زميلي احمد هنا لا صوت يعلو فوق صوت مباراه السوبر بحضور الاسطوره رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. امبارح كان في المران والنهارده ايضا موجود في بدايه المران الى نهايه المران. الحاله المعنويه مرتفعه جدا لكل لاعبي النادي الاهلي، كل الجلسات، كل المحاضرات من الجهاز الفني ومن كباتن الفريق الى لاعبي النادي الاهلي، والمطالبه بالفوز ببطوله السوبر. الحاله المعنويه باينه جدا على وجوه لاعبي النادي الاهلي، الكل تعهد على تقديم مباراة طليقة باسم النادي الاهلي ومصالحة جماهير النادي الاهلي ببطولة يوم الثلاثاء. مستر بيتسو موسيماني حذر من خطورة فريق طلائع الجيش، الكل تعهد على الفوز على فريق طلائع الجيش، وطبعا يفرحوا طبعا جماهير النادي الاهلي ببطولة جديدة تضاف الى دولاب بطولات النادي الاهلي. النهارده كان في محاضرة قبل بداية المران، كان محاضرة فنية. مستر بيتسو موسيماني يمكن يعني شاهد لاعبي النادي الاهلي كل نقاط القوة والضعف فريق طلائع الجيش، وطلب اللاعبين بالفوز واستغلال تمرين اليوم وتمرين الامس. طبعا كل واحد لازم يجتهد في المران عشان يحجز مكان ليه في التشكيله. اللعيبه الجداد ايضا بتحاول تلفت انظار مستر بيتسو موسيماني عشان يحجزوا مكان في التشكيله. النهارده مستر بيتسو موسيماني بيعطي كل اللاعبين الجدد والقدماء طبعا الفرص النهارده في التقسيمه الكبيره، وكل واحد اداله ممكن يبدا هذا اللقاء هيبان طبعا عندما يعلن التشكيل يوم المباراه. مستر بيتسو موسيماني من المدارس اللي بيعلن التشكيل في يوم المباراه مش قبل المباراه، ممكن يتكلم مع لاعب لو هيبدا مثلا وجه جديد ولا حاجه، ممكن يتكلم معاه قبليها بيوم ولا حاجه يعرفه ان هو هيلعب. ولكن في العموم مستر بيتسو موسيماني بيعلن التشكيل في يوم المباراه. 11 راجل في الملعب باذن الله، الاهلي بمن حضر اي 11 باذن الله عندنا ثقه فيهم كبيره جدا، قديم جديد جديد قديم ولا هتفرق معانا، اهم حاجه هو الفوز وتتويج النادي الاهلي بالبطوله. زي ما قلت لك زميلي احمد التركيز الشديد باين على كل وجوه لاعبي النادي الاهلي. وخليني كمان اضيف لك حاجه، سالت مدير الكره النهارده الكابتن سيد عبد الحفيظ على الخطاب اللي ارسلوه امبارح الى اتحاد الكره المصري والاستفسار عن الصفقات الجديده والانذارات، قال لي الكل متاح تحت امر مستر بيتسو موسيماني. اتحاد الكره رد عليهم اليوم قال الكل متاح اذا كان صفقه جديده وكله ما عندوش انذارات، فالكل متاح للمشاركه في مباراه طلائع الجيش. يبقى القرار الفني الاول والاخير الى مستر بيتسو موسيماني، ويا رب باذن الله يكون موفق في اختيار 11 راجل يمثلونا باذن الله يوم الثلاثاء امام فريق كبير هو فريق طلائع الجيش. طيب يعني افهم من كلامك انه في تمرينه النهارده كل اللعيبه جاهزه، مفيش حد ما كملش التمرين او مفيش حد اتعمل له برنامج تاهيلي او برنامج خاص، كل لعيبه النادي الاهلي الموجوده في المعسكر شاركت وجاهزه للمشاركه في المباراه حسب طبعا رؤيه الجهاز الفني.
تمام زميلي احمد، الكل امبارح اتكلم ان في اصابه لطاهر محمد طاهر، ان في بعض الالام عند اكرم توفيق. الكل النهارده شارك في المران من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، حتى الضربات الترجيحيه الفقره الاخيره في تدريب مستر بيتسو موسيماني، الكل كمان النهارده شارك في تسديد هذه الضربات. والحراس الاربع حراس النهارده كانوا موجودين في طبعا في المران او في مران الضربات الترجيحيه، الكل شارك، الكل جاهز لمباراه تطلع الجيش. الحمد لله ما شاء الله لا توجد اصابه الى الان في فريق النادي الاهلي، يا رب تكمل على خير بس بكره باذن الله، وباذن الله الكل جاهز لقائمه مباراه طلاء الجيش يوم الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان من داخل مقر اقامه الفندق الخاص بالنادي الاهلي، كل التوفيق طبعا، وبكره هنتابع طبعا مع حضراتكم وننقل لحضراتكم صوره قبل المواجهه بقى المنتظره ان شاء الله يوم الثلاثاء. عايزين بدايه موسم كده جمهور النادي الاهلي طبعا، يعني الفرقه وحشاه ومنتظر كمان يشوف فرقه النادي الاهلي، يشوف الصفقات الجديده، يشوف كوره حلوه، يشوف اول لقب نحققه ان شاء الله بعد توقف النشاط لفتره يعني تعتبر هي الاطول، هي مش فتره، هي ما تعتبرش فتره توقف طبعا، لكن هي تعتبر الاطول على مدار الموسمين الاخرين.